أحسين إني واعظ ومؤدب فافهم فإن العاقل المتأدب واحفظ وصية والد متحنن يغذوك بالآداب كي لا تعطب أبني إن الرزق مكفول به فعليك بالإجمال فيما تطلب لا تجعلن المال كسبك مفردا وتقى إلهك فاجعلن ما تكسب كفل الإله برزق كل برية والمال عارية تجيء وتذهب والرزق أسرع من تلفت ناظر سببا إلى الإنسان حين يسبب ومن السيول إلى مقر قرارها والطير للأوكار حين تصوب أبني إن الذكر فيه مواعظ فمن الذي بعظاته يتأدب واعبد إلهك ذا المعارف مخلصا وانصت إلى الأمثال فيما تضرب وإذا مررت بآية مخشية تصف العذاب فقف ودمعك يسكب يا من يعذب من يشاء بعدله لا تجعلني في الذين تعذب إني أبوء بعثرتي وخطيئتي هذا وهل إلا إليك المهرب وإذا مررت بآية في ذكرها وصف الوسيلة والنعيم المعجب فاسأل إلهك بالإنابة مخلصا دار الخلود سؤال من يتقرب واجهد لعلك أن تحل بأرضها وتنال روح مساكنا لا تخرب وتنال عيشا لا انقطاع لوقته وتنال ملك كرامة لا تسلب بادر هواك إذا هممت بصالح خوف الغوال بأن تجيء وتغلب وإذا هممت بسيئ فاغمض له وتجنب الأمر الذي يتجنب واخفض جناحك للصديق وكله كأب على أولاده يتحدب والضيف أكرم ما استطعت جواره حتى يعدك وارثا يتنسب واجعل صديقك من إذا آخيته حفظ الإخاء وكان دونك يقرب واطلبه طلب المريض شفاءه ودع الكذوب فليس ممن يصحب واحفظ صديقك في المواطن كلها وعليك بالمرء الذي لا يكذب وقيل الكذوب وقربه وجواره إن الكذوب ملطخ من يصحب يعطيك ما فوق المنى بلسانه ويروغ منك كما يروغ الثعلب واحذر ذوي الملق اللئام فإنهم في النائبات عليك ممن يحطب يسعون حول الماء ما طمعوا به وإذا نبى دهر جفوا وتغيبوا ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أرخص ما يباع ويوهب قلبي غنى بالحب والله